بص يا حبيب قلبي، انا عارف انك جادد وتعبان والدنيا مش جايه معاك سكه، واول الشهر كنت ناوي تجيب علبه البروتين وعلبه الكرياتين اللي هتخش بيهم مستر اولمبيا وينتر از كامينج والكلام الجميل ده كله، بس للاسف الدنيا غلت والدنيا هتغلى تاني، والجنيه بتاعك عنده السل، عنده مرض مزمن، ادعي له وربنا ياخد بيده. بس عايز اقول لك ان المكملات والله ما ليها ذنب في الموضوع ده خالص. المكملات اصلا لما اتعملت للمواطن الامريكي اللي هو الامريكان سيتيزن، والمواطن الاوروبي اللي هو الاوروبيان سيتيزن. عليه بقى علشان تخليه ما تقعدش يقرقش فراخ ولحمه كتير، لا هو بيديك الخلاصه بسعر رخيص. رخيص رخيص. اللي انت ما تعرفوش يا حبيب قلبي ان البروتين ده بيتاخد من اللبن، واللبن ده في بلاد في امريكا واوروبا عدد البقر اكبر من عدد البني ادمين، والبقر مصحح ما شاء الله، يعني ممكن البقره تطلع لك بال 50 وال 60 وال 70 كيلو لبن، وممكن كمان اكتر من كده بكتير. فاللبن ده هيتعمل فين؟ هيترمي في النيل ولا هيترمي في الصحراء؟ فبياخدوه يعملوا له معالجات ويفصلوه ويدوه للامريكان سيتيزن عشان يا عيني خايفين على اسنانه من قرقشه اللحمه والفراخ. فان هي تغلى الموضوع ده ملهاش دعوه. هي مثلا هنفترض ان المرتبات في مصر من 2000 ل 3000 جنيه، في امريكا من 2000 ل 3000 دولار، وعلبه البروتين 800 دولار. يعني هو لما بيقبض 3000 دولار بياخد منها 100 دولار حاجه ما تتشافش. انت يعني لما بتاخد ال 2000 جنيه بتجيب علبه 2 كيلو ب 2000 جنيه، فانت مرتبك كله بيضيع. فده مش ذنبهم ان 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 انت كحيان، مش انت لوحدك، وانا كلنا كحيانين. احنا ب ب بنع احنا خلاص احنا ب ب بنعافر، بنطلع لاقيين مش لاقيين حتى القشايه عشان نتعلق فيها. فملهاش يعني. ولو انت عرفت كمان ان البي سي ده اللي هو ب 700 800 جنيه اصلا ده بيتاخد كعصير بين الوجبات كده عشان انت ما تشربش بيبسي، تشرب حاجه صحيه، انت ممكن تجرب حاجه بس عادي، انت كمل انت وخليك اسد وخليك على الجبنه القريش وخليك على البيض. انت مش هتخش بطولات بالجبنه القريش وبالبيض، بس هتعيش يعني وتعمل عضلات بالمكرونه والرز عادي.